هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم الخيمه الرمضانيه واللي بنلتقي به كل يوم على شاشه مصر الزراعيه. النهارده ان شاء الله خيمه رمضانيه جديده وليله جديده من ليالي رمضان، يا رب تنال اعجابكم ان شاء الله. ودايما بكون سعيده اني ببقى مع اصدقائي وزمايلي داخل القناه. النهارده انا الى جوار ايه، زميلتي واختي وحبيبتي في القناه. اهلا بيكي ايه. اهلا بيكي. انا طبعا انا كل مره ببقى سعيده جدا معاكي، وببقى سعيده احنا بنلتقي في الخيمه الرمضانيه بعد طبعا ما كل واحد فينا بيكون لوحده في الحصاد. صحيح. وده يعني من دواعي سرورنا الحقيقه في رمضان ان احنا بنتقابل كلنا وبنشوف زملائنا في القناه. ولكن هو شهر رمضان كده شهر رحمه وشهر اللمه زي ما بيجمع الاحباب ودايما بيجمع الحبايب. طبعا احنا النهارده يعني عندنا كده ليله خفيفه شويه ولطيفه. هنعمل ايه بقى النهارده؟ النهارده عندنا يعني ليله فنيه بامتياز زي ما بيقولوا كده. هنتكلم فيها عن الطرب والالحان وعن الدراما كمان. النهارده هيشرفنا ضيفه عزيزه لينا من تونس الخضراء، الفنانه وحيده التونسيه المطربه المشهوره في تونس جدا، واللي بتنورنا النهارده وبيسعدنا انها تكون معانا في القاهره ومن خلال شاشه مصر الزراعيه. هنشوف ونتعرف على كتير من اغانيها وعلى مشاريعها الفنيه وعلى ما قدمت من قبل، وان شاء الله ناويه تعمل ايه في مصر، وهل في تعاون قريب مع ملحنين مصريين. هنشوف ونعرف كل ده بالتفصيل، وطبعا هنسمع صوتها وكتير من اغانيها. وطبعا كمان بما اننا في شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر الدراما زي ما بيقولوا، بجانب الطقوس والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها في رمضان، كمان اتعودنا اننا بنشوف دراما كتير جدا جدا في رمضان. ولكن السنه دي الدراما كانت كتير شويه، كان عندنا سيل من المسلسلات الحقيقه. لو هنقول كده يبقى في مسلسل لكل مواطن يعني بقى اكتر والله كتير جدا الحقيقه المسلسلات والدراما. لكن الدراما كمان بتعكس الواقع، والواقع بيأثر في الدراما في الكتاب بشكل كبير جدا. عشان كده احنا النهارده معانا السيناريست والكاتب الساخر هاني عبد الكريم، اللي طبعا هيكلمنا عن الدراما والتأليف بقى بشكل عام، والفن ازاي بيأثر في المجتمع، والمجتمع كمان ازاي بيأثر في الفن. صحيح. السنه دي عندنا ظواهر غريبه جدا في الدراما التلفزيونيه، ظواهر جديده على مجتمعنا بيحاولوا يرسخوها وكأنها جزء من مجتمعنا، سواء يعني موضوع المخدرات او موضوع المسكرات او موضوع علاقات كتيره جدا غير مشروعة بيسوقوها وكأنها جزء من مجتمعنا المصري. شوية شوية احنا ممكن نتعود على ان ده جزء من حياتنا وده مش حقيقي، وبالتالي لازم نحذر من الغزو الثقافي. اي مادة درامية ممكن يكون لها اهداف مغرضة، وزي ما هي ممكن تعلم القيم برضو. ايه طبعا في كمان ظاهرة كمان يعني يمكن شفناها في رمضان ده، هي مختلفة كمان عن كتير من السنوات الماضية، وهي فكرة تشابه القصص. القصص في منها كتير قوي متشابه، يعني هنلاقي فكرة فقدان الذاكرة مثلا للبطل متكررة في أكتر من عمل درامي، زي ما قالت نهلة المخدرات متكررة في أكتر من عمل درامي. كمان بقى في على رأس الموضوعات الحقيقة رمضان ده هو موضوع الخيانة الزوجية. موضوع الخيانة الزوجية صحيح. يعني منتشر بشكل كبير جدا جدا في دراما رمضان السنة دي. وبما اننا يعني دايما بنقول انه الكاتب او المؤلف دايما بيتأثر بالمجتمع، حتى كمان لو كانت القصة من وحي خياله، فبالتأكيد هو متأثر بالمجتمع. فاحنا عايزين بالمرة نشوف الموضوع ده النهاردة، ونشوف هل فعلا الظواهر اللي على رأسها الخيانة الزوجية اللي انتشرت في دراما رمضان السنة دي، هل هي فعلا انتشرت في الواقع وده انعكس على الكتاب ولا لا؟ وطبعا اسئلة كتير جدا هنعرفها النهارده في فقرتنا الثانيه. ده سؤال مهم جدا اكيد هنوجهه لضيفنا، وفعلا هو يستحق الدراسه والتوقف عنده. كمان هتوقف عند كتير من النجوم اللي ممكن يكونوا عادوا نفسهم واعادوا نفس الادوار ونفس الطريقه في التمثيل، وده ممكن يكون انقص من اسهمهم كتير جدا بعد ما كنا بنحبهم وبنضحك معاهم سنين طويله فاتت في رمضان. كل ده واكتر هيكون مع حضراتكم النهارده في خيمتنا الرمضانيه مع ايه ونهله باذن الله بعد الفاصل وضيوفنا. ابقوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله. Thank you.
هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية بحضراتكم. النهارده في خيمتنا الرمضانيه وفي اولى لقاءاتنا النهارده هنلتقي مع مطربه قادمه من تونس. هي مطربه لها اغنيتها ولها البوماتها الغنائيه بالفعل في تونس، لكن دايما مطربين خاصه من المغرب العربي ولهم دايما اصوات مميزه بيحبوا يجوا مصر علشان الانطلاقه الحقيقيه والشهره الاوسع بتكون دايما من هوليود الشرق. النهارده بيشرفنا وبينورنا المطربه التونسيه الفنانه وحيده التونسيه. اهلا بحضرتك. اهلا شكرا. طبعا احنا دايما متعودين من تونس الخضراء ان هي بتصدر لنا الجمال بانواعه، اذا كان هذا الجمال خاص بالفن او باي مجال من المجالات الاخرى. طبعا عندنا امثال كتير جدا للفنانين التونسيين اللي شرفونا طبعا، واللي كمان مصر كان لها باع كتير جدا مع هؤلاء النجوم التونسيين. مصر بقى وعلاقتها بتونس وعلاقتها بالمطربين والفنانين التونسيين بشكل عام، وتفاصيل كتير جدا ان شاء الله النهارده هنعرفها من ضيفتنا الكريمه. برحب بيكي مره ثانيه، اهلا بيكي. شكرا، ربنا يخليكي. شكرا على تقديم الحلو ده. خلينا في الاول نتكلم بقى عن وحيده التونسيه في اول مشوارها الفني. كان المشوار الفني في الأول صعب ولا الموضوع كان إزاي؟ بدأتي وأنت صغيرة ولا بدأتي في سن متأخر؟ لا، أنا بدأت في سن صغيرة طبعا. أي أنا في اعتقادي أي فنان يبتدي من سن صغير. ليه؟ لأنه هو أصلا في البداية يحس بنفسه أنه عنده حاجة مش عادية، يعني هواية خاصة، بيحس أنه في حاجة مش موجودة عند الناس التانية. فأنا وأنا صغيرة بغني، وأنا صغيرة خالص، من المدرسة للمعهد للكلية، يعني كل دول غنيت فيه مرحلة يعني. صحيح طبعا. وأنا صغيرة المغرب العربي يعني منطقة مشهورة بالفنانين اللي عندهم صوت مميز جدا وصوت جميل، يعني عليا التونسية بالنسبة لنا أسطورة في مصر. الله على عليا، صوت جميل جدا، وأغانيها ما زالت بتردد حتى الآن والشباب طبعاً بيغنوها طبعاً. ولا يكاد فرح مصري أن يخلو من علي جارة من المراسيل أو أي مناسبة علي جارة كل العالم غناها. طب ما تغنيها لنا في بداية اللقاء كده، إيه رأيك؟ عشان نعرف الناس يعني وحيدة التونسية ويسمعوا صوت حضرتك ونكمل معاك اللقاء. لا انا حاول منها حته صغيره. تفضلي. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك، علي جرى علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك، علي جرى وامسح دموعي في منديلك، علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك، علي جرى بداية جميلة بقى لحديثنا اللي هيبتدي ده دلوقتي حالا فعلا. يعني طبعا اكيد في امثال وقدوة كانت لوحيدة التونسية، مين اكتر حد اتأثرتي بيه في طفولتك وتأثرتي بيه لحد دلوقتي؟ في العرب يعني مش بشكل عام. بشكل عام
كل الفنانين الكبار تأثرت بيهم، اللي هم مثلا نجاة، أم كلثوم، فايزة، كلهم وردة، كلهم تأثرت بيهم دول. كل فن يعني راقي تأثرت بيه طبعا. لو كل حد فيهم بعشق جدا نجاة. نجاة هي رقم واحد عندك. هي رقم واحد. طب لو كل حد فيه ميزة من طبعا الفنانين العظام اللي انت ذكرتيهم، هتكون ميزة كل واحد ايه؟ كل ميزة فنان يعني صوته. ميزة نجاة ايه مثلا بالنسبة لك؟ طبع بتاعها الخاص. صحيح، كل فنان عنده ميزته الخاصة اللي هو في صوته وفي أدائه. ميزة نجاة في الطبع بتاعها الخاص. ما فيش نجاة تانية طبعا، مفيش فايزة تانية، مفيش محرم فؤاد تاني، مفيش، يعني هو ده فعلا. ودايما المغرب العربي دايما يعني بيحبوا ام كلثوم رقم واحد، بس حضرتك بتقولي نجاة عندك هي اكثر حد. هي دي سيدة الغناء العربي لانها هي الاسطورة. بس انا بعشق نجاة بصراحة. ربما لان برضو يعني بحث صوت حضرتك ويعني اتجاهك كده في نفس المدرسة بتاعت نجاة. بالظبط. نسمع حاجة من حاجات نجاة اللي حبيتيها من انت صغيرة؟ طبعا. بس عايزين حاجة طويلة بقى كده. اوكي. لا عشان انت فاجئتيني بأغنية عليا ما كنتش حاطاها في بالي خالص. ماشي. لنجاة نقول مثلا أصغر وأنشغل أنا وأنت ولا أنت هنا، أصغر وأنشغل أنا وأنت ولا أنت هنا، ظالمني معاك ومش بنساك، شوف كم سنة شوف كم سنة شوف فين أيام مع الأحلام قضيناها، فين أيام مع الأحلام قضيناها، ظالمني معاك ومش بنساك، شوف كم سنة شوف كم سنة شوف. الله. نهلة فعلا كان عندها حق لما قالت ان انت صوتك من مدرسة نجاة طبعا الفنانة الكبيرة. طبعا انت ليكي اعمال كتير وفيديو كليب كمان من اخر اعمالك يعتبر، اللي هو طرح دلوقتي ولا لسه لم يطرح؟ لا لسه، هو ما تزعش في اي مكان. لسه مسجلها جديد، وده اول بدايتي في هنا في مصر. في مصر. هو باللهجة المصرية؟ طبعا. طيب. ولهجة مصرية ولحن مصري وتوزيع مصري وكل حاجة. طيب يعني احنا دلوقتي الجزء اللي احنا هيتذاع من الكليب ده هيبقى حصري لقناة مصر الزراعية. وانا بهدي الكليب ده والاغنية دي للقناة بتاعتكم، وبهدي لكم يعني هدية مني ليكم. لغاية ما يجهز كلمينا عن ظروف إنتاج الكليب ده، اتجمعتي حضرتك إزاي مع الملحن ومع كاتب الكلمات، ظروف إنتاجه إيه؟ طبعا هو وسائل الاتصال دلوقتي بقت كتيرة، والفيسبوك والكلام ده بيوصلنا يعني للعالم كله. صحيح. ممكن تقدري يعني ممكن أنا مثلا أخذ لحن من واحد هو في مصر وأنا في تونس، أو او ممكن ادي اغنيه الموزع يوزعها هو في لبنان وانا هنا في مصر.
هذا عادي جدا يعني. تعرفت على الأستاذ شاكر الموجي، وتعرفت على كاتب الكلمات اللي هو حسن العربي. وشاكر الموجي طبعا موسيقار كبير، ما كانش راضي أول مرة يلحن لي إلا لما يسمع صوتي، وبعدين لما سمع وكله اقتنع، فالحمد لله اتفقنا وعملنا العمل ده، عملنا الأغنية دي. إن شاء الله يا رب تعجبكم وتعجب الناس إن شاء الله. بتحبي أي نوع من أنواع الغناء؟ يعني بتحبي الأغاني الوطنية أكتر، ولا الأغاني الرومانسية أكتر، ولا بتحبي الأغاني اللي ساعات كده في مدرسة شوية هجومية؟ بتحبي أي مدرسة في الأغاني؟ كل حاجة معبرة أنا بحبها، إذا كانت عاطفية أو وطنية وتبقى معبرة وكلامها يعني أكيد تخش القلب على طول، بحبها طبعا. أو مثلا أغنية تتغنى بالأم طبعا أحس بيها. كل حاجة معبرة، كل حاجة طالعة من الإحساس من جوه أحس بيها، وخصوصي لما تبقى متكاملة لحن وكلمة. ما أقدرش أحس بأغنية هي كلام حلو بس اللحن لا، لازم تبقى أغنية متكاملة لحن وكلمة والصوت بإذن الله يعني يكمل، يبقى العمل متكامل وتقدر تحس بيه طبعا. طيب معانا دلوقتي الكليب اللي حضرتك عملتيه عشان يكون باكورة إنتاج واحدة تونسية في مصر إن شاء الله. صدقنا الدمعتين. كلمات حسن العربي، لحن شاكر الموجي، توزيع الأستاذ طارق عاكف، هندسة الصوت هو أمين عاكف. لا إله الله محمد رسول الله عشان ما ننساهمش. واللي العازفين الموسيقيين هم من أخيرة العازفين اللي في مصر اللي هم اشتغلوا في الأغنية دي، بشكرهم جدا كلهم. نشوف الأغنية حصريا لأول مرة تعرض على شاشة مصر الزراعية، أول شاشة بتعرض هذه الأغنية. صح، طبعا أغنية جميلة جدا استمتعنا بيها، ومن أجمل مميز الأغنية اللي سمعناها النهاردة صدقنا الدمعتين للمطربة التونسية الجميلة اللي منورانا النهاردة وحيدة التونسية، هو إن الريتم بتاع الأغنية شوية بيجمع بين الجديد والقديم، يعني الكلمات بتاعتها يعني تنفع تكون كلمات من الأغاني الجديدة، واللحن زي ما احنا شايفين لحن شوية بيجمع بين اللحن الطربي اللي احنا تعودنا عليه في الأغاني القديمة، لكن الأغنية بشكل عام طبعا ممتعة جدا، واستمتعنا بالأداء لضيفتنا الكريمة وحيدة التونسية. شكرا شكرا، ربنا يخليكي. فعلا الأغنية هي واخدة من القديم والجديد، الأغنية خفيفة وطربية في نفس الوقت. فانا لما جيت اسجل الاغنيه دي ناس كتير قالوا لي لا لو انت عملتيها طربيه مش هيسمعها حد، ومش تعالي خشي السوق ومش عارفه. فانا لا، انا مقتنعه بده، مقتنعه باللي انا عملته، وعارفه انا بعمل ايه، وما اقدرش اغني حاجه وما اقدرش اعمل حاجه انا مش حاساها، ما اقدرش اعمل حاجه اقدمها للناس وانا مش حاساها، طبعا مش هيحسها حد. طب عايز اسالك سؤال، لو حد عرض عليكي مثلا من المنتجين ان انت تعملي اغنيه، طبعا احنا عارفين دلوقتي ان اكتر الاغاني اللي بتعلم في الشباب وبتنتشر بسرعه جدا هي اغاني المهرجانات، هتقدمي ده ولا المهرجانات اللي تقصدي الاغاني الخفيفه؟ المهرجانات اللي هي الشعبيه بيبقى ساعات برضو فيها تون من الاغاني الطربيه لكن بشكل خفيف جدا، او ساعات بتجمع بالراب كمان، هتقبلي تعملي ده ولا لا؟ أقبل أعمل أغنية حتى لو فيها رقص، وحتى لو أرقص، بس في رقص في حاجة محترمة، في حاجة، في كلام حلو لما تغنيه، كلام لذيذ وحلو وكل الناس تحبه وكل الناس تقول يعني ده راقي، مش أي كلام أغنيه. الموضوع قناعة شخصية برضو أكثر. بالظبط. اسمح لنا ناخد بس اتصال عشان معانا على التليفون ملحن الأغنية والمنحل القدير شاكر الموجي. أهلا بحضرتك أستاذ شاكر. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك على شاشة مصر الزراعية، وبنهنيكم على الكليب الجديد، ونعرف كده بداية إزاي تم التعاون بين حضرتك وبين فنانتنا وحيدة التونسية. أنا طبعا برحب بالتحية لفنانتنا وحيدة في بلد الثانية، اللقاء كان في بورسعة عيسى من طريق المؤلف لكتاب الكلام حسن العربي، وقررت اني شفت بيغني صوت حلو وصوت جميل، فرحت له تقريبا قعدنا مع بعض،
وكان الكلام موجود قدامي بس موضوع الكلام، فبدات الحن بروح شكل الموبيا. الحقيقه ان هي قالت لنا ان حضرتك ما وافقتش في البدايه كده على طول على التلحين غير لما تسمع الصوت وتقتنع بيه شخصيا، فده طبعا يعني شيء من الملحنين اللي فاهمين هما بيعملوا ايه واللي عاوزين يعني اسمهم دايما يحافظوا عليه، فحضرتك ما وافقتش على الاغنيه غير لما اتاكدت من سلامه الخامه. ده انا سمعت الاول الصوت وسمعته مره واثنين ثلاثه وحسيت ان هو ميال لنجاة بالنسبه للمطربات اللي بسمعهم، صوت نجاة يعني صوت نجاة طيب، فحبيت ان انا اسجلها شيء في المتوسط بروح انا يعني مش زي ما انا شايف، وفي طبقه صوت مظبوطه يعني على مقاس الصوت بتاعها بالظبط، وكان في الاول في كده شويه قلت لهم لا ما عادش لازم نسمعه مره لازم هو يكون كده، واستقر على كده اللحن فعلا، واستطاعت الفنانه وحيده انها تقوله كويس قوي، وكان عمل كويس اتسجل في استوديو صوت الحب توزيع الصوت طارق عاكف، كان عمل متكامل بصراحه، وهي غنت كويس قوي ان شاء الله انا بدعي لها بالتوفيق ان شاء الله. هل ده هيكون العمل الوحيد ولا باذن الله نتوقع ان في اعمال ثانيه باذن الله بينك وبين الفنانه وحيده؟ ان شاء الله يعني اتمنى طبعا يكون في اعمال ثانيه لان وحيده صوت حلو وناقص، بس عايزين اللي يهتم بيه او يشارك انتاج الصوت ده ويستطيع ان هو يتعمل لها اكثر من كليب اكثر من اغنيه علشان تاخد فرصتها كامله. شكرا يا استاذ، شكرا على استاذ شاكر، يعني بالتاكيد حضرتك تعي جيدا انه اكتشاف المطرب سواء كان لاول مره او هو اكتشف قبل كده في بلده، لكن اكتشافه في مصر بيكون ليه معنى تاني وبيكون ليه خطوه جديده كمان في مستقبله الفني. شايف انه غناء وحيدة في مصر في هذه الأيام ماذا سيضيف لها، وشايف كمان مصر بتقدم إيه للفنانين بشكل عام؟ هو إن أنا شايف مصر بتقدم كل الفنانين الساحة، ونظرا لإن السكان يقام إحنا عندنا أكثر من بيسمعوا والساحة موجودة لكل كل موهبة فنانة، لا اللحن مش يرضي المطرب، لا يرضي الجمهور، لأن الجمهور اللي بيسمع، أنا بغني بس وانا لما بلحن حاجه انا بلحنها علشان الجمهور يحبها يتفاعل معاها، مش استعرض شويه جمل انا حافظهم على الناس وما ما يكونش ينفع طبعا، فكل ما اقول اكيد لازم يكون لي احساس وكلمه حلوه وروح حلوه وصوت مؤدي حلو، الحاجه موجوده في مصر كل الفنانين اللي بينزلوا فيها كل الفنانين بيشتغلوا عن طريق مصر. نشكر حضرتك جدا استاذ شاكر الموجي، ونتمنى ان شاء الله تكون معانا قريبا في الخيمه ونتكلم بقى عن حاله الفن المصري بوجه خاص والعربي بوجه عام مع حضرتك، وكل التمنيات بالتوفيق. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا استاذ، شكرا. يعني طبعا بعد ما سمعنا الاغنيه الجميله صدقنا الدمعتين، بس احنا مقتنعين جدا انه صوت وحيده صوت كده ينفع ينتمي للزمن الطربي اللي احنا اتعودنا عليه، فعشان كده عايزينك بقى تختار لنا اغنيه كده حلوه ونستمتع بيها. شكرا اولا على الشهاده دي، وبشكر الاستاذ الموسيقار شاكر الموجي جدا على الكلام الحلو اللي قاله عني، ودي شهاده اعتز بيها جدا، وشكرا على حضراتكم، وشكرا لان عجبتكم الاغنيه وانا بهديها لكم وكل حاجه، بس دلوقتي ان شاء الله نعمل حاجه، نقول حاجه على مصر. يا ريت، تفضلي هي بلادي يا احلى البلاد يا بلادي فداكي انا والولاد يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر ما شافش الرجال.
السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد في عيون الولاد، والعزم اكتمل ولا شاف إصرار في عيون البشر، ولا شاف إصرار في عيون البشر. بيقول أحرار ولازم ننتصر، أصله ما عداش على مصر، أصله ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. جميل. بما انك جيتي مصر اكيد عندك خطه معينه عايزه تحققيها على المستوى الفني وعلى المستوى ان شاء الله يعني المهني، فكلمينا ايه خططك في مصر ان شاء الله؟ عايزه تتعاوني مع مين من الملحنين؟ عايزه تعرضي صوتك ازاي وتقدمي اعمال تعرفي الشعب المصري بيها بوحيدة تونسية؟ اول خطوه انا عملتها كنت اتمناها على فكره، ان انا كنت اتمنى اغني الملحن كبير زي شاكر الموجي بصراحه. الحمد لله دي اتحققت، ولسه فيه يعني لسه في اسامي كبيره عايزه اغني لها، عايزه اغني لصلاح الشرنوبي الاستاذ الكبير بصراحه، لسه ما وصلتش يعني ما تعاملتش معاه، عايزه اتعامل معاه، وفي اسامي كتيره جدا عايزه اتعامل معاهم. بس اهم حاجه على يعني الشغل والكلام ده، اهم حاجه عايزه احققها ان انا اقدم حاجه يعني فن راقي، عايزه اقدم حاجه مش موجوده دلوقتي في السوق، اللي هو بصراحه مش في مصر بس، حتى عندنا في تونس كل حاجه بايظه في الفن بصراحه، يعني قليل جدا دلوقتي على بال ما تلاقي اغنيه طالعه في المستوى، كل في حاله تردي كده فني يعني بالظبط في العالم كله افتكر، يعني مش عارفه عندنا في تونس كتير، واصوات يعني كمان كتير رديئه ونازله في القنوات وفي الاذاعات. شايفه ان ده بيظلم المطربين او الفنانين جدا اللي بجد؟ جدا طبعا جدا. ولا المطرب اللي هو يعني يعني عنده عضلات فنية بيقدر يفردها زي ما بنقول كده في أي وقت وفي أي مكان، حتى لو كانت الساحة مليئة بال يعني مش عايزة أقول الفنانين لكن هم يعني المتفننين يعني. شوفي يا حبيبتي أنا الكلمة دي سمعها كتير، بسمع لما أتكلم بيقولوا لي لا الفنان اللي هو صوته كويس وبيقدم حاجة كويسة في المستوى ممكن يفرد نفسه. لا، مش لوحده يفرد نفسه، لما تكون معاها وسائل الاعلام ولما تكون معاها يعني التلفزيونات وكل حاجه. لم مثلا انا شايفه انه الاصوات كلها قاعده دلوقتي، عارفه احنا دلوقتي في زمن السوشيال ميديا وفي زمن دلوقتي انه حتى وسائل الاعلام عندنا، يعني مين دلوقتي بيتفرج على اغنيه مثلا على القناه الفلانيه او الاعلانيه؟ يعني دلوقتي بقينا بنتفرج اكتر على الاغاني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام اقصد. بس الناس عندها فكره الناس عندها فكره مش هتتغير على فكره، لما المطرب الفلاني يشوفوه كل يوم في التلفزيون حتى لو هو بيقدم حاجه وحشه، لا ده هو الممتاز. التكرار ده بيخلي الناس وكانه تقتنع غصب عنها، ده هو الممتاز. انما الفنان اللي هو قاعد في بيته وصوته حلو وبيقدم حاجه حلوه، لا ده وحش، ده وحش، هو ده الموجود عند الناس. طيب انا قالوها لي كذا مره، طيب ما نشوفوكش في التلفزيون ليه طالما انت صوتك حلو؟ معاك ما تشوفنيش في التلفزيون اعمل ايه؟ اجي بقى اخبط عليهم غصبا عنهم انهم يجيبوني في التلفزيون مثلا؟ طيب بما انك بقى كلمتي كلمتين في وسط الكلام كده باللهجه التونسيه، فخلينا نسمع كمان اغنيه باللهجه التونسيه من على عيني التونسيه. اوكي. انتوا طبعا الاغاني التونسيه تعرفوا جري حموده، تعرفوا سيدي منصور؟ طبعا. تعرفوا في اغنيه ثالثه، تعرف انت تعرفوا ثلاثه او اربع اغاني، ولو اتكلم معاكي تونسي مش هتفهمي حاجه على فكره. بس انا هغني لك تونسي اغنيه جديده، مش جديده هي، اول مره انا اغنيها هنا
بس هي للسيدة عليا جميلة جدا، بس يا رب تفهموا منها كلمة ولا حد يعني معها. هي ما خدتش شهرة في لا مصر، لا في تونس هي مشهورة الأغنية دي في تونس، في تونس جدا، في مصر ما عرفناهاش عن عليا. اتفضلي، تونس شيء جميل في مصر ما تعرفوهاش احنا سوري هو المصريين ما يعرفوش الأغاني التونسية. ليه؟ لأن احنا ما غنيوهاش، احنا ما غنوش تونسي هنا، بنيجي على طول بنغني مصري. بس انا على فكره مجهزه يعني كده برنامج هغني فيه تونسي غصبا عنكم وتسمعوا التونسي. ده جميل، عاوزين نتعرف على بعض اكتر ونفهم لهجات بعض كلامنا. اكتر ده انا لما صحيح. اتكلم مع المصريين اصحابي وصديقاتي واصدقائي بالتونسي بيقولوا لي والنبي اتكلمي عربي. بقول لهم انا بتكلم عربي بس في اللهجه التونسي. طيب الاغنيه تقول قالوا زيني عامل حاله. قالوا زيني عامل حاله ملالا، يعني ملالا مال ايه؟ تقولوا انتم مال ايه؟ قالوا زيني يعني زيني يعني جمالي، انا بتغنى بالجمال. عامل حاله يعني عامل دوشه. شفت انا بترجم كده كده زي جميل جمال ملوش مثال كده عندنا. طيب قالوا زيني عامل حاله ملالا وحيرت قلوب الرجاله ملالا، قالوا زيني عامل حالة ملالا حيرت قلوب الرجالة ملالا، واسألني نقولك عالحب ونعرف كل معاني الحب، واسألني نقولك عالحب نعرف كل معاني الحب، ويا سعد اللي نكون احلالا. وقالوا زيني عامل حاله ملالا. فهمناها كلها على فكره. اه فقولي يعني قالوا ان جمالي عمل حاجه وحير عقل الرجال كلهم. الله الله ايه كمان. وقولي لا انا فعلا كده. وايه تاني؟ واسالني وانا اقول لك على الحب. انا عارف كل حاجه عن الحب. لا تمام، لا احنا اهو يعني التونسي خلاص بقى بالنسبه لنا مألوف دلوقتي. حلو جدا. الاغنيه دي فعلا جميله وكمان هي ادتها حلوه قوي. شكرا. يعني اعتقد ان انت كمان يعني ارتحتي كمان اكتر دلوقتي في الاغنيه دي. صح. انا اول ما دخلت الاستوديو هنا كنت يعني قلقانه علشان الاستاذ شاكر الموجي كان مديني يعني ميعاد هيجي معايا وكنت يعني عامله بروجرام خاص فنقصت حاجه، حسيت نفسي خضيت شويه. احنا جبناه برضو على بس الحمد لله. يعني ممكن نقول برضو ان الاستاذ شاكر الموجي طمنك شويه على التليفون فبداتي. لا تمام. ايه الحمد لله الاساسيه بين الـ يعني المدرسة المصرية والمدرسة المغرب العربي في الغنى؟ هل لكم مقامات معينة بيتم الترحيب منها؟ لأن برضو أعتقد كده أن في اتجاه في الغنى مختلف عن الـ 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 الأغنية المصرية أو الترحيب المصري. طبعا على فكرة أنا بحس أن الألحان التونسية أصعب من الألحان المصرية. احنا عندنا اغاني صعبه وبجد صعبه يعني مقامات صعبه وكل حاجه، بس هنا في مصر يمكن كمان عشان انا من وانا صغيره بسمع الاغاني المصريه جدا جدا بشكل غريب. انا بتكلم مصري كويس ولا لا؟ جدا. جميل. عشان انا من وانا صغيره بتكلم مصري بغني مصري يعني بلاقيها حاجه سهله. حتى اللحن اللي اداهولي الاستاذ شاكر يعني ما لقيتوش صعب، غنيته تمام يعني. اي انا بقى انا يعني عايزه طلب منك تاني بقى، انا حاسه ان نبره صوتك كده بعد ما ارتاحت ممكن تقول لنا اغنيه لنجات بقى، اغنيه تانيه تختاريها انت برضو ونستمتع بيها كده بشكل اكبر يعني. ماشي حاضر عيني. ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي، ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب. ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي، أبكي من فرحة قلبي وأنسى العذاب.
اشوفك جنبي ما اقدرش يا داري واخبي ابكي من فرحة قلبي وانسى العذاب برضو حتة في النص كده ذبل يعني طبعا الذال دي المفروض نطقها كده كلنا كعرب يعني لكن طبعا لو مصري ذبل جفون احنا يعني ايه بنروح اه احنا بنقول ذبل صحيح فدي جميلة جميلة شكرا حضرتك فيكي ألبومات غنائية في تونس قبل ما تيجي إلى مصر عندك ألبوم طبعا غنائي كلمينا عنه عن يعني ازاي عندي ألبومات غنيت في تونس يعني غنيت بالشعبي وغنيت العادي وغنيت كل حاجة وألبوماتي وما شاء الله الحمد لله وعندي ألحان كتيرة بس ما لقيتش حظ يعني في تونس خالص زي فنانين كتيرة بيجوا يعني عشان هي الشهرة يعني الحقيقية بتيجي في مصر عشان هي مصر بلد الفن حاجة شفتيها في تونس نفسك تبقى في مصر وحاجة شفتيها في مصر نفسك تبقى في تونس يعني دلوقتي بعد الثورة إذا نتكلم على بعد الثورة أنا شفت حاجة جميلة في مصر اللي هي فيها رئيس جميل جدا حلو جدا بهنيكوا عليه وبقول ان شاء الله ربنا يوفقه ويعينه على مصر وعلى اداء الواجب ان شاء الله بتمنى ان شاء الله في تونس كمان يبقى عندنا بصراحه عايزه رئيس عايزه حكومه ورئيس حاجه حلوه كده تشيل البلد وتحسسنا ان احنا في امان وزي ما كنا قبل الثوره انا شخصيا دلوقتي مش حاسه بالكلام ده في تونس عندنا مثلا عندنا في تونس احزاب كتيره هي تونس صغيره وممكن يعني ما شاء الله يجي يعني رئيس كده رئيس حلو فيأدي الواجب بتاعه والامن وكل حاجه يلم الشمل يعني يلم الشمل بالظبط بس الحاجه اللي هي مش كويسه مش مظبوطه دلوقتي في تونس فيها احزاب كتيره كل واحد عايز يحكم من ناحيته وكل واحد عايز يدي رايه وكل واحد ده اللي انا مش عاجبني في تونس بصراحه طبعا يا ربي يهدي سر تونس ومصر والعرب كل كلهم ويا ربي احنا عايزين الامان مش عايزين الدوشه بتاعت الحروب والثورات والقتل ده ملناش فيه والله عايزين نعيش بقى يعني عايزين نعيش بهداوة يا رب وتونس دايما تفضل خضرة زي ما هي لقبها كده هي تونس الخضرة هي جميلة تونس هي بجد خضرة على فكرة هي تونس خضرة بجد جميلة جدا والله بس يا ريت ربنا يهدي والله أنا بقول ربنا يهدي بس ربنا يصلح الأحوال إن شاء الله دايما وأحوال كل العرب والمسلمين أنا على فكرة بتكلم لما أتكلم في الموضوع ده حقيقي بتأثر حقيقي أنا زعلانة أو والله العظيم أنا جوايا زعلان عشان بصراحة ده غلط إن شاء الله غلط نعيش بالطريقة دي غلط كل حد ياخد المكان اللي هو عاوزه وما يبصش وراه هنا بقى بنفتكر عارفة حضرتك الأغنية الجميلة اللي غناها لطفي بوشناق التونسي خدوا المناصب والمكاسب مش حظها والله لا مش عايزة حظها لا أنا قصدي نفس المعنى
خدوا المناصب والمكاسب بس خلوا لي وطن. الله. فهو قال كده يا اخي خد الكارت خد كل حاجه بس اتكلم نفس الكلام اللي حضرتك بتقولي عليك. ان هو ده فعلا هو الاحزاب اللي بتتصارع والناس كلها اللي عايزه تحكم في النهايه انتوا بتتصارعوا على ايه؟ الوطن ممكن يضيع في ظل صراعاتكم. فان شاء الله ربنا يحفظ الوطن العربي كله يا رب ان شاء الله. يا رب امين والله بنتمنى كده والله. عايزين نغير الاجواء دي بقى وتغني لنا حاجه كده نطلع منها من حاله الشجن دي. نقول مثلا أسمر يا سمراني مين قاسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا أسمر يا سمراني مين قاسك عليا لو ترضى بهواني برضو احنا هنا في مصر الزراعية دايما بنميل للاغاني اللي بتنتمي لمدرسة الفلكلور، يعني بتعبر عن جزء كبير طبعا من الشعب المصري، بالتأكيد كمان تونس فيها فلكلور بيعبر عن الشعب التونسي بشكل عام. يا سلام بقى لو نسمع اغنية او اتنين كمان من الفلكلور التونسي. ده اللي اكيد مش هنعرف نفهمه بقى، لان اللغه اعتقد بتاعت الفلكلور بتكون اصعب من لغه الاغاني العاديه. اغني لك فلكلور تونسي بنت الناس. حاضر. انا عندي اغاني فلكلور على فكره، يعني اغاني الخاصه. يا ريت. في اغنيه بتقول ويا سلام لو في فلكلور من الاغاني اللي احنا بنقول عليها تراثيه، يعني تراثيه لتونس. حاضر. عينيا نقول مثلا يا انتي رجعتيني ورا جدا، يعني انا ناسي الحاجات دي. او حتى حاجه من اغاني حضرتك برضو ممكن نسمعها عادي، مفيش مشكله، تبقى لطيفه حتى الناس تعرف اغانيك اللي هنا لو احنا مش عارفين كل الاغاني اللي غنيتيها في تونس. هقول حاجه كده تراثيه ونرجع بعدين لاغاني انا وليهمك. لازم اراضيكوا، لازم اليهمك. احنا سعداء بوجودك معانا. ربنا يخليكي والله العظيم انا اسعد. شكرا على الاستضافه دي جدا. نعم والله. منورانا والله. شكرا. بنقول مثلا دي اغنيه قديمه تراث. ويا لا لا يا يما على الماشينه وبعد اللي مشات واللي دارت وبطلنا وين بحطرت يما يا لا لا يا اصبع ايديا عديتهم نلقاهم عشرة وبراني ما يطول عشرة يوم. دي جميلة وفهمناها بقى كلها. أنا فهمتها. ترجميها لنا بقى عشان ما فهمتهاش بصراحة قوي، يعني يا عدت صباحة طلعوا 10 ده اللي أنا فهمته. لا قول. دي تعتبر من التراثيات الفلكلورية القديمة جدا، بس أنا في حاجات كتيرة أنا استحضرت دي بس. يا لالا يما على الماشينة بعد اللي مشيت ولد دارت، يعني رجعت في كلامها ومش عارفة الكلام ده رجعت الماشينة، يعني بنقول احنا انتوا بتقولوا مثلا الماشينة هي على ما أظن القطر. الماشينة يعني ده حاجة فيها جند فرنساوي كده الماشينة دي، يعني احنا لهجة تونسي على يعني فرنساوي، فدي متاخدة منها بالظبط. بطلنا
والنفحة طارت، يعني بطلنا ايه يعني، احنا بنقول بطلنا يعني بطلت، ما انتوا كمان بتقولوها؟ لا بطلت يعني بطلت اعمل الحاجة دي مثلا، توقفت يعني. النفحة طارت دي يعني الذوق طار، يعني ما عادش عندي ذوق في الكلام ده مثلا، ما عادش عندي ذوق في الحاجة دي. اصبعي دي عديت من الجهم 10، براني ما يطول 10، دي واضحة. براني ما يطول 10 واضحة. أيوة دي يعني لما يبقى يعني حد غريب علي عنك ما تعاشروش كتير يعني. ما يطولش معاكي. ما يطولش العشرة. الله يخليك. جميل. انت كمان في الفولكلور؟ غنيت في الفولكلور. طب اكيد بقى غنيت في الفولكلور بتاعتك اللي حافظاها، واكيد يعني اقربهم لقلبك بقى لو هم كتير يعني. انا عندي اغنية انا كتبت كلماتها. حبيت الموضوع قوي. انا الاغنية دي انا كتبت كلماتها وانا عملت لها اللحن، يعني تجربة كده. بتتكلم على البنت لما تبقى في مستنية خطيبها او حبيبها او حبيب قلبها على بال ما يجي يخطبها. بتقول يا فرحتي يا هنايا هالليلة وزبح ذايا، يا فرحتي ويا هنايا ناول فيها وزبح ذايا، وزاب أمه وزاب أخته وزابوه وزعمه هالليلة تحقق منايا، ويا أمه ما تقولي لا لا ناول في سيد الرجالة، وزرايدني في الأحلال هنيني ويعيش معايا. يعني بص اللحن ده يعني ما يبانش إلا وهو يعني دي بتتغنى في الأفراح توزيع وكل حاجة، بس جميلة. أنا لو بصراحة تاهت عليا الفكرة ولا كنت جبت لكم يعني، كلهم مسجلين عندي. تجربة التلحين وكتابة الأغاني ده يعني حضرتك خدتي المجال ده كمان، ده معناه شوية درسة موسيقى ولا هي هواية بس درستي يعني؟ لا درست عشان موسيقى. أقدر لما أغني صح يعني. ما كملتش بس درست عشان أخد فكرة واضحة وأعرف أنا بعمل إيه. لكن طبعا التلحين لوحدك مش بتلحني كل اغانيك، دي مجرد تجارب. لا مجرد تجارب انا لوحدي. انت معتمد على ملحنين اكتر عشان هم طبعا يقدروا يكتشفوا خامات يعني او يعني اجزاء في صوتك ويعملوا حاجات طبعاً جديده معاك. طبعا 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 طبعا. لا لما باخد لحن من موسيقار زي شاكر الموجي، ده في حد ذاتها هي شهاده يعني، وده يعني انا عايزه كده، انا عايزه اوصل للكلام ده، عايزه اوصل للمرحله دي، عايزه اتعامل مع الناس دي. انا على فكره كنت قبل كده كنت تمنيت اغني لشاكر الموجي، تمنيت كمان اغني للاستاذ الراحل بليغ حمدي، بس طبعاً للاسف طبعا. اغانيه بتعجبني جدا والحانه بتعجبني جدا جدا جدا. هو اي حد يعني اي مطرب غنى مع بليغ حمدي تألق معاه يعني عليه. صحيح تلاقي ان اللحن بتاعه فعلا مميز وهو يعني اساس الاغنيه، فاي طبعاً اغنيه كانت الله عليها تيجي تدوري مين الملحن تلاقيه بليغ حمدي. على فكره انا بليغ حمدي لما اسمع الاغاني في الاذاعه اسمعها بس اعرف اللي هي لحن بليغ حمدي، شخصيته مميزه. وبحكم ان انا بسمع له كتير، اول ما تبتدي المزيكا لمسه بليغ حمدي بحسها مفيش كلام. ايه اكتر اغنيه لبليغ حمدي بتحبيها؟ مش هقول لك غنيها يعني، لو عايز تغنيها غنيها. هو لحن الورده كتير. طبعا. وانا بحب اغاني ورده كتير جدا يعني، لحن عبد الحليم طبعا. طبعا. كان بيقول ان هو امل مصر في الموسيقى. يعني عبد الحليم كان بيطلق عليه هذا اللقب طبعا. طب فاجئينا بقى، ما تقوليناش ايه الاغنيه، فاجئينا وغنيها على طول. اغني اي اغنيه على طول. اي اغنيه على طول اللي تحبيه. بليغ حمدي. بليغ حمدي بيغني لا مش مستحضره دلوقتي بصراحه. طب لو تحبي تغني اغنيه من اغانيكي برضو تعرفين اكتر بالبوماتك واغانيكي يا ريت. نقول مثلا في أغنية عندي كمان تونسية بتقول لو
حبي لول 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 من قلبي غلاه ما تحول لول لول ما نسيت حبي لول 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 من قلبي غلاه ما تحول وما زال ولع بيه قلبي ويموت عليه ما زال ولع بيه قلبي ويموت عليه والبال مش ناسيه مهما غياب طول حبي. جميلة تنسية نسيت والله نسيت. شايفه برامج المسابقات اللي انتشرت بشكل كبير طبعا في السنين الاخيره واللي كمان بقت دلوقتي بتتنوع ما بين كبار وصغيرين وحتى كمان يعني الفن بشكل عام مش بس الغنى، شايفاها بتدي للمواهب الجديده فرصه فعلا ولا بيبقى فيها ظلم كتير لمواهب كتير جدا؟ طبعا في كده وكده، في اصوات بتلاقي حظها وتتعرف وتاخد طريقها، وفي اللي لا، في مثلا في اسامي وصلت حتى للمرحله النهائيه وبعدين ما عملتش حاجه، اختفت اختفت تمام. فهي بس هي ممكن تكون العمليه عمليه حظ كمان، وفي حاجات تانية يعني من عشان ما نظلمش البرامج دي، ممكن توصل وممكن لا. بس خلينا متفقين برضو انه حتى كمان كتير جدا من البرامج لما بتدي للمطرب اللقب، المطرب نفسه هو اللي بيخلص على نفسه. يعني في مطرب بياخد اللقب وبيشتغل على نفسه كويس جدا بالزبط. فبيوصل للناس صح. وفي مطرب بياخد اللقب فبيبدا يحس ان هو نجم خلاص فبيقعد في البيت بالظبط. صح، ما هو ده الغرور. زي مثلا محمد الريفي، محمد الريفي من الناس اللي اشتغلت على نفسها كويس قوي بعد ما اخذ اللقب وبالتالي وصل للعالم كله يعني دلوقتي. ما هو ده يمكن شويه غرور، خلاص انا اسمي وصل ومش عارفه الكلام ده، فهو بيدور نفسه مش عارف يعمل ايه، يمكن كده. طبعا احنا سعداء بوجودك في مصر. شكرا، ربنا يخليك. وان شاء الله يعني يكون يعني اغنيتك الجديده الكليب اللي احنا شفناه دلوقتي يكون هو فتحت الانطلاقه كده في مصر الاغاني اكتر، وملحنين بتتمني تشتغلي معاهم باذن الله. وعاوزين حضرتك تختمي معانا اللقاء ده باغنيه تختاريها تغنيها لنا، تكون مصر الزراعيه وش الخير برضو عليك يا حاضر. عيني انا بشكركم كمان جدا على الاستضافه، وانتم منورين الشاشه والله. شكرا لحضرتك وسعيدة جدا وانا موجودة معاكم. طبعا احنا في ايام رمضان سوري نقول شوية من عشان ما قلناش حاجة للست خالص. القلب يعشى كل جميل، القلب يعشى كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال عين، القلب يعشى كل جميل، القلب يعشى كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال عين، واللي سدى في الحب قليل قليل وين دم يدوم ترارا يوم ترارا الحب قليل قليل وين دمي دوم يوم ترارارا ولا يومين نرى ولا يومين واللي هويته
بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معانا في فقرتنا الاولى النهارده المطربه وحيده التونسيه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، بشكرك جدا كمان على لسه مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي، وفقرتنا الثانيه هيكون ضيفنا الاستاذ هاني عبد الكريم السيناريست والكاتب الساخر والناقد الفني، فابقوا معنا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعايه